الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا يا جماعة، الآن بدنا نيجي نعرض هنا مين عدد الصفوف الموجودة في الجدول. كيف ممكن أعرف عدد الصفوف الموجودة في الجدول؟ في عندي دالة جديدة هنا، بدي أعملها function db num rows اسمها، تمام؟ بتاخذ الريزلت. وهنا بدي احكي له ريتيل ماي اس كيو ال اي نم روز، شايفينها؟ وبتاخذ مين يا جماعه؟ الريزلت. طبعا المقصود بالريزلت ناتج مين؟ الاستعلام. المقصود بالريزلت ناتج مين؟ الاستعلام، تمام؟ هذه وظيفتها، تقوم باسترجاع عدد الصفوف الناتجة عن الاستعلام، تمام؟ اللي هي ايش اسمها؟ MySQL INUM ROS. عملتها function ايش اسمه؟ DBNUM ROS. هاي Ctrl S Ctrl C، حروح على الهوم. على سبيل المثال انا بدي اجي اطبع هنا، هاي نم روز بتساوي اسم الفانكشن، بتاخذ ناتج الاستعلام، تمام؟ هيك انا خزنت العدد الصفوف المسترجع من هذا الاستعلام ومتغير ايش اسمه؟ نم روز، تمام؟ وهنا بدي اجي اعمل تي ار جديده. كم تي دي عندي هنا؟ 5. بدي اعمل تي دي كولون سبان يساوي 4. بدي ادمج يعني الصفوف او الاعمده تي دي، وكمان ايش؟ تي دي. تمام؟ هنا بدي احكي له ايش؟ عدد الصفوف. وهنا ايش بدي اقول له؟ اطبع لي المتغير اسمه ايش؟ نم روز. ايش اللي عملته يا جماعه؟ دمجت 1 2 3 4، كويس؟ وكنت حطيت فيها ايش؟ عدد الصفوف. وهنا ايش طبعت له؟ عدد الصفوف. لو عملنا ريفريش عدد الصفوف قديش جاب لي؟ 2. لو ضفنا كمان واحد حيجي 3، لو كمان واحد حيجي 4، وهكذا. وضحت الفكرة؟ ممكن هذه اجيبها هنا، هذه عدد الصفوف اجيبها هنا. كيف؟ بحكي له اللاين ايش بيساوي؟ ليفت. تمام؟ وضحت الفكرة؟ ممكن اعملها ستايل، اخليها بولد. هاي ستايل بيساوي فونت ويت بولدر بالشكل هذا. صارت بولدر. لا صح. صح، بس يمكن ايش؟ لا، في بولد وفي بولدر. وهي يا سيدي خليها 600. طيب فونت ويت
فونت سايز كيف الشغل شوي؟ هاي ايش اللي حطيناها هان؟ هيها هيها فونت ويت ايش هي؟ في بولد وفي بولدر عشان نتاكد هاي كنترول سي روح ارميها في جوجل هيك شايفها؟ هاي في عندك دبليو 3 سي في عندك نورمال في عندك بولد وفي عندك ايش 900 هاي في بولدر في لايتر بولد غامق بولدر اغمق تمام لايت خفيف في عندك من 100 ل 900 من 100 ل 900 هاي بليت هاي مثلا ايش هاي بولد شايف هنا هاي بولدر لايتر لاحظ النص هنا هاي 700 هاي 900 هاي بولدر شايف النص هان 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 هاي 900 مثلا هاي كنترول اس طيب هو مش موضوعنا بس يعني ما زبطتش ليش ما زبطتش عشان هنا بدي احكي لها امبورتنت خدتوا اسم الامبورتنت important يعني اعطيها اهمية اولى فمش عارف هذا مش بوتستراب مش بوتستراب هو هنا اصلا انا معطيه هنا ويت هو البوتستراب معطيه هو اقوال لا 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 مش معطيه مش معطيه هاي هنا بديش بادي هاي بادي فاصلة تيبل فاصلة تي دي فاصلة تي اتش تمام هاي البوردر هو اصلا جاي بوردر طيب الان هذا مش موضوع الان بدنا نعمل هنا عمود جديد اسمي الاجراء بدي اعمل عمود جديد ايش اسميه الاجراء كيف بدي اعمل عمود باجي هنا على الجدول اي تي اتش هاي نهاية الـ TH ايش بدي اقول له هنا؟ هاي الإجراء ونفس الفكرة هنا هاي نسخ كنترول C كنترول V تمام؟ لاحظوا انه هنا كم العمود صار عندي؟ 5 وهنا ايش بدي اضيف؟ TD طيب ايش بدي اعمل في الاجراء؟ بدي اعمل التالي هاي الاجراء بدي اعمل التالي اول حاجة بدي اضيف هنا ايقونة للاضافة او عفوا للتعديل وايقونة لمين؟ للحذف الايقونة هذه اسمها في عندي حاجة اسمها فا ايكونز شايفينها؟ فونت اوسم هاي هذا الفونت اوسم تعطيني مجموعة من الرموز تعطيني ايش يا جماعة؟ مجموعة من الرموز تمام سكر لي هنا في عندك هنا هاي الايكونز والايكونز هاي الايكونز المقصود فيها هيها شايفينها؟ الان لو انا بدي احكي له اد هيبعث لي على اي حاجة فيها اد هاي اضافة هاي اضافة تمام اديت هاي اديت شايفينها؟ وهي اديت
كيف بدي استخدم هذا الكلام؟ لو ضغطنا على البنسل هي تمام، هاي كنترول سي كنترول في هاي كنترول اس. كمان في عندي حاجه اسمها ايش؟ ديليت او تراش. هاي نفس الفكره، هاي نسخ هاي لصق. هنا بدي اعمل له ايش؟ عارفين هذا السهم اللي واقف، العمود اللي واقف طبعا مش حيظهر هنا. ليش؟ لا المكتبة، المكتبة اللي بتستدعي هذا الكلام. مش انا لما استخدمت بوت ستراب جبت المكتبة؟ نفس الفكرة، لازم اجيب المكتبة. طيب كيف بدي اجيبها؟ في عندي في الهوم، ايه عندي في الهوم؟ getting get start. بدي الفونت اوسم ايش؟ 4 الاصدار القديم. في عندي هنا وين داونلود؟ هي تمام، هاي عرضت المجلد، هاي كنترول اكس. بدي اخده احطه وين؟ ايش قلنا هان؟ كنترول في، افتحه. انا بديش كل هذا طبعا، بدي هذا تمام او هذا. هنسخ هذا هيك الشكل، هذا احطه وين؟ في المجلد بتاع الشغل بتاعي السي اس اس. تمام، هي نسخ حطيته هون، هي الصوت، هي نسخ كنترول سي. بدي اجي وين؟ على البوت ستراب فوق. وين البوت ستراب عندي؟ هيو الت كنترول شيفت. بدي اغير اسمه مثلا. تمام، ريفرش. برضه ما جابهاش، ليش؟ على كونسول. في عندي الخطوط هذه، شايفينها الخطوط هذه وين موجوده؟ هيها فونتس. هذه الفونتس ايش بدي؟ نفس الفكره، بدي اجي هنا مشان عندي فونتس صح، بدي اجي اعمل هيك. تمام، لانه هذه الايكونز عباره عن ايش؟ فونتس، خطوط. تمام، وضحت الفكرة. الآن بدي أحسن من شكلها، كيف؟ بدي أعمل لنا بريكن سبيس بالشكل اللي أمامنا هذا. وين عندي هنا؟ هنا بعديها إيش فيه؟ لنا بريكن سبيس، وهنا لنا بريكن سبيس عشان يسيب لي مسافة بين الإيش؟ الإضافة والتعديل. بين الايديت وايش عفوا؟ والتعديل. طبعا ممكن الايديت هذا اغير شكله، هاي ايكونز، هاي ايديت. في عندي على سبيل المثال هانا او هذا زي ما بدنا. ايش اسمه؟ سكوير او نسخ. لاحظوا ايش اخذت الكلاس، اخذت مين؟ الكلاس، مش لازم احفظهم طبعا. تمام، نفس الفكرة. افريش، هاي اديت وهاي مين؟ تعديل. ممكن الونهم، ممكن الونهم كيف؟ ستايل كلر كذا. تمام، بعطيه ستايل كلر كذا. طيب الان انا اول خطوه بدي اعملها، بدي اعمل ايش؟ اضافه. اول خطوه بدي اعملها بدي اعمل اضافه، فبالتالي بدي اروح اعمل له زر هنا. ايش احكي له؟ اضافه. كيف بدي اعمل له زر هنا؟ بشكل بسيط جدا جدا جدا،
بعد التابل انتر هعمل ديف اللاين يساوي ليفت وهي نهاية مين ديف وهنا ايش بدي اعمل له بدي اعمل له ايه هايبر ريفرنس بتساوي روح لي على صفحة اد دوت بي اتش بي وهي نهاية مين الايه والان ايش بدي اعمل بدي اجيب له رمز اضافة من هنا هي اد اي رمز بدي اياه بلس او دائرة او سكوير زي ما بدي تمام هاي هنا مثلا هاخده زي هيك نسخ هاجي هنا ايش احكي له نسخ ريفرش اضافة ممكن اكبر حجمه ممكن اكبر حجمه كيف هاجي هنا احكي له فا 3 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس ل 5 طبعا كيف يعرف الاستاذ هي هنا في عندي هنا اكزامبل لاحظوا هي من 1 لقديش ل 5 هاي الاحجام هاي 3 اكس ريفرش طبعا كبير على الاخر بعملها قديش 2 ريفرش الان ايش بدي اعمل يا جماعه بدي لما اضغط هنا ينقلنا على نفس النموذج عشان اضيف عشان هيك ايش هعمل هعمل اول خطوه صفحه ايش اسمها بي اتش بي وبيش هي اسمها اد انتر هاجي امسك الهوم كنترول اي كنترول سي واعمل هنا ايش كنترول اي كنترول في حلو الكلام انا وين بدي اغير المنطقة هذه صح في المنطقة هذه ما بديش مين يا جماعة التابل بعدين وبديش الدف هذا تمام وبدا العرض ايش بدي اضافة مستخدم مين جديد هاي اضافة تمام الان ايش بدي اعمل هنا بدي اعمل نموذج عشان ايش عشان اضيف بيانات